اوكي. الحاجة التانية برضو يعني ايه بقولها لكل واحد موجود في لعيب كورة ناشئ في نادي تاني، مهم قوي 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 الانتماء، ان انت يبقى عندك انتماء لنادي او بتشجع نادي او بتحب نادي، دي حاجة عادية جدا. او في حتى لو العرض المالي اعلى من العرض الاخر برضو ده مستقبلك وده الواقع ودي الحقيقة. لكن في نقطة خليها في دماغك، في أندية مع اختلافك معاهم أو مع يعني عدم رغبتك في الاستمرار معاهم حتى لو كانت أندية كبيرة ولا حاجة، ما فيش مشكلة بتحصل يعني بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد خمسة، مش هتلاقي مسؤول أبدا يجرح فيك ولا هيقولك أنت فاكر لما جبتك بثلاثة كيلو سمك، فاكر لما رحت معرفش جبت إيه وعملت إيه ووديتك فين ونقلتك من نقلة إيه وكنت جاي لابس إيه، مش هتلاقي الكلام ده في الأهلي أبدا أبدا. أتحدى لو أي مسؤول في النادي الأهلي في يوم من الأيام، أي مسؤول في النادي الأهلي اتكلم على لاعب ما كانش عنده الرغبة، يعني هم أصلا مش كتير بس ما كانش عنده الرغبة على التجديد، أتحدى أي مسؤول طلع بكلمة يعني تجرح في شخصه أو في عيلته أو في مكانته، مستحيل مستحيل. فعزيزي المنتقل حديثا من نادي إلى آخر، يعني خلي الموضوع ده في ذهنك وفي اختيارك، يعني مهم قوي ان انت تلعب وتاخد فلوس كويسه وتنقل نقله هايله وكل حاجه، لكن مهم جدا اكتر اكتر بكتير كمان ان انت لو اختلفت مع شخص تطلع عزيز مكرم، ما تطلعش مهان لا انت ولا اسرتك ولا والدتك وبالذات والدتك. فمهم جدا 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 يعني ان انت يبقى عندك الاختيار ده، وفي الاخر طبعا ربنا يوفق الجميع.